كثير ناس بتكون حريصة على إنها تبلش السنة بأمنيات سعيدة وأوقات حلوة، على القليلة هيك حاولت هواوي اللي تمند لزبائنها عام سعيد جداً مع فيديو مليء بالأمل. برافو للشركة فعلاً، لكن لولا شغلة واحدة بس، يستخدموا موظفين موبايلات هواوي بدل ما يستخدموا الآيفون، خصوصاً بعد ما تبين إنه تغريدة هواوي منشورة من موبايل آيفون. صدمة للكلمة هيك؟ بحسب ما كشفت رويترز وبلومبرغ، هالقصة ما عدت على خير بنوب. أساساً ما حدا متوقع أن تعدي على خير. رد فعل الشركة كان توقيف رواتب الموظفين بشكل فوري عقاب على الخطأ يلي عملوه. نائبة رئيس الشركة قالت أنه الحركة هي أضرت كتير باسم الشركة وسمعتها، وعلى ما يبدو العقاب الشديد للموظفين والمسؤولين ناس تخفضت رواتبها الشهرية حوالي 700 دولار، وناس تجمدت رواتبهم لمدة عام واحد. بس هل يا ترى القصة وراها عدم إيمان للموظفين بمنتج شركتهم؟ هل فعلاً هواوي ما لها مناسبة حتى لموظفين الشركة؟ القصة وراها الصين نفسها، يلي مو بس عندها سور الصين العظيم وبس، إنما عاملة سور إلكتروني أشد وأعظم بيعزل الصين عن كل المحيط. على هالأساس موظف هواوي المقيم بالصين بحاجة لفي بي ان ليدخل على تويتر. عملية مثل هاي ممكن تكون سبب ظهور التغريدة من موبايل آيفون. هواوي عوضت بتغريدة بديلة مصدر تويتر ميديا ستوديو. التعليقات على التغريدة كفيل ليبين حجم الضرر. الناس كلها عم تنتقد التغريدة الأصلية وتذكر الشركة فيها. عموماً بجوز هواوي واجه سوء حظ، لأنه بتتذكروا لما الشركة عملت حملة كبيرة بالعالم العربي مع الفنان المصري سارة الشامي؟ نشرت وقتها سارة على حسابها على إنستغرام صورة لجلسة التصوير للترويج عن منتج هواوي. عن طريق الخطأ كشفت إنه الجلسة عم تتصور بكاميرا احترافية، والسيلفي والذكاء الصنعي بالتصوير بالحقيقة مو مثل ما عم تروج الشركة. هواوي هي كمان كان وراها في بي ان؟ لو في ميزة بديهية لازم تكون موجودة بأي موبايل، المفروض تكون شي تقنية بسيطة بتمنع عنا الرسائل المزعجة. كل شوي ممكن يصلنا رسالة أو إعلان أو شي سبام. القصة ممكن تكون مقبولة من الإيميل، بس فعلاً مزعجة كتير بالموبايلات. إلا أنه على ما يبدو القصة مو مستمرة لوقت طويل، بعد ما تم الكشف عن تطوير بالأندرويد يخلي الجهاز لوحده يحلل الرسالة، وإذا القصة فيها سبام بيمنعها تلقائياً. التقنية هي لساتها محل اختبار وبدها شهور لتطلع، إلا أنه في كمان سلبيات. منهم مثل ما توقعتوا، رح تعطي صلاحية لجوجل المسؤولة عن أندرويد لتقرأ رسائلنا سطر بسطر وتحللها كمان. هلأ النتيجة جيدة لأنه رح تصفي الرسائل، بس فكرة أنه مسجاتي اقراها أنا وجوجل يعني مو كتير ضابطة. في حال قررت الشركة تقرأ رسالة وتحللها بدون ما تحتفظ فيها، لكن مين ممكن يضمن هالشي؟ ما حدا. موقع الشركة نفسه قال إنه لما نحن منتبلغ عن أي رسالة سبام فالرسالة هي بتنبعث للشركة، والحال غالباً نفسه في حال حبينا نفعل آلية الكشف عن السبام بالرسائل.